حاجه مقصفه برشا، توجع برشا، ما عادش عارفين بيت ماشي بون دون لو سونس اللي ضرب ولا في وسط العاصمه قريب عند ريوسنا، قرب من المواقع السياديه، قريب من عباد المواطن العادي، فتره متاع مهرجانات، فتره متاع اخر عام، وقت خروج خدامه، حاجه برك ما الكل يد في اليد وما نطيحوش. ماناش في حداد، احنا في تحدي بالحق لبلادنا ضد الارهاب، نحن نحبوا بلادنا تبدا نظيفه، نحبوا نعيشوا في امان ونحبوا نعيشوا رايدين، ومانيش متاع ارهاب، احنا بلادنا ماهيش ارهاب بالحق سيريو. ما عادش تفهم شكون مول الدار شكون اللي مش مول الدار من برا، ما عاد تفهم شيء. فهمت كنت نجم تصلح غلطه بغلطه، باش تحارب العبد بالرسمي ادخل تفرجوا في السينما، اعملوا بانتيو اسمه موزيكا، معناتها تقف واقراوا، معناتها ذيك الميساج نتاعي، ما تقفش، معناتها تو متعارض على حاجه بركه، انه قال كوفر فو في بون دواعي امنيه وكل شيء، ذيك لوجيك عنده معناتها. اما انا بالنسبه لي انا كانت صارت حاجه كيما البارح، لا ما تقفش البلاد، نقعدوا نكملوا ولا خاطر هما البيت نتاعهم انه نحن نتاق بلادنا ونحن نخافوا ونسدوا ديارنا ونقعدوا ما نتحركوش. هذه حاله معزول اول حاجه، والشعب التونسي فرص بتكلم صراحه بيه، الناس كل تخرج مش مبطلين. انا البارح نصر في عندنا تظاهر جي سي سي ولا مانيش مبطلين، البارح في الناس 9 تاع الليل حتى الكوفر فو، دونك مانيش مبطلين. والمواطن التونسي مسلم راه هما يكفروا فينا تو، هذوما ما يعرفوش الاسلام، راه هذوما عباد تسمى دي تيوريست نسميهم انا، وما عندهم حتى ثقافه. وكان جيت تكلموا على ايه قرانيه راه ما يعرفش الجمله، كان تقول حتى الحمد لله يقراها لي ما يعرفش يقراها، دونك هذوما دي تيوريست مش مسلمين. واللي صار ما احنا ما نجمش نخرجوا للتالي باش نقدموا قدام، تفهم فيا؟ وبلاد هذه راهي بلاد تاع السلم، ونجم يعيش فيها تونس كيما يحب هو، واحنا بلاد حريه تاع ديمقراطيه. هكا هو. واللي صار البارح شيء اسف، معناتها تونس توصل يولي ارهاب يضرب في وسط المدينه ويمس عباد، معناتها الامن. نقول اللي كيما الناس الكل، معناتها اوني توس شوكي، انا واحده من الناس التونسيه نحس روحي معناتها وين ماشيين وين واصلين، معناتها الشيء هذا ما يلزمناش نسكتوا عليه. لازم الدولة تاخذ إجراءات على الإرهاب، على تفعل قانون الإرهاب، معناتها تكون بلو سيريوز. صار البارح هذه ضربة وسط البلاد، معناها وسط العاصمة، لازم الناس الكل توافق، الناس الكل تتحدى مع بعض. إن شاء الله احنا عليها ما نخافوش، ولا صحيح واحد يخاف، أما لازمنا نقاوم. وعلاش التونسي معناتها مقلقته الحكاية بشكل أكبر من اللازم؟ يا اخي ما كانش يستنى هذايا، يا اخي انتخاب النهضه ما كانش يستنى هذايا، يا اخي كيف جوا مع مسيبه ما كانش يستنى هذايا واكثر، يا اخي كي الجمعيات الفلوس قاعده تدخل لها من قطر ومن تركيا ومن غيرها بالحجم هذاك، التونسي ما يعرفش روحه باش يوصل للي وصلوا البارح، ما جوست ما يستغربش يتقبلها الحكايه باعصاب بارده، وراهو ينجم اذا ما بالحق اذا ما يكونوش جديين في التعامل مع الوضع هذا، راه الوضع باش يزيد يتطور وباش نوصلوا لما اكثر من هذين. والله بكيت، شيء اسف، موجود بتاعنا الارهاب، انا قال ما عندناش رجال اللي قاعدين شادين الارهاب هذوما، ضربه ضربتين يطلع كي الفقاع، ما عرفنا شنو هو السبب، شنو جاي من برا، جاي ما نعرفش منين، هو في العاصمه يخرج العاصمه الواحد، عندنا خايفين في البلاد، نمشيو على كتافنا توا هبط الشارع حق بورقيبه، شيء اسف كله حاكم واحد، الناس كل تفركز وهز يديك وفركز، هذه ماهيش دوله صحيحه، وان شاء الله تهز بالبلاد، وان شاء الله تولي تونس دولتنا، والضرب هذاك ما يتنحاش من بلادنا، وانا راني نحب تونس، انا ولد تونس، والدي كان ضابط انا في الجيش، ديما نغزو العالم تونس انا، ولا هذيك هي الحياه.